هذا البرنامج برعاية عاشق يا اسكندرية، عاشق شاطئ ومية وأماكن ليا فيها ذكرى ما بتتنسيش. دايما عشاق جمالك بيسيبوا الكون عشانك ويعيشوا بحر قلبك إحساس ما بينتهيش. وطلع النهار ونهار جديد من اسكندرية مع أحلى النجوم وفوسي شلبي. احنا دلوقتي في مهرجان اسكندرية ودورة 31 مهداة للنجم الكبير الأستاذ الفنان العظيم محمود ياسين، واحنا دلوقتي في طريقنا للندوة وسعداء ان احنا النهاردة هنكون معاه في ندوة مهمة جدا. وكل ضيوف المهرجان النهاردة متواجدين في حب مظاهرة حب كبيرة للنجم الكبير محمود ياسين. وناوي معاك الميكروفون تقول لنا برضو كلمتين حلوين كده النهاردة عن الدورة المهداة لمحمود ياسين. واحنا ماشيين منك من كلامك ده احنا اللي بنغش منك يا استاذ. بالتأكيد انه شرف لمهرجان اسكندرية انه الدورة 31 تحمل اسم الفنان الكبير محمود ياسين. محمود ياسين ليس ممثلا فقط أسرى تاريخ السينما المصرية، لكن كان مؤسسة سينمائية متكاملة، قدم العديد من الأعمال السينمائية إنتاجا وتمثيلا، قدم العديد من المواهب الشابة الذين أصبحوا نجوما اليوم على الساحة، قدم مخرجين ومؤلفين وكتاب سيناريو. فبالتالي الأستاذ محمود ياسين يستحق أن تحمل عشرات الدورات اسمه وليس دورة واحدة. أكيد يعني إحنا بنهنيكوا على اختياركوا الدورة ديت، وإن يكون النجم الكبير محمود ياسين هو التاج اللي بينير مهرجان اسكندرية وبينير اسكندرية كلها. احنا بنحبك قوي. ايه الحلاوه دي؟ ما قلناش حاجه، لسه هنقول جوه في النادي. يا رب اكتر من كده. ايه تاني؟ انت حاسس بالمحبه دي؟ ربنا يخليهم. امال ايه؟ ده انا بحسد روحي والله العظيم على ايه الجمال ده وايه الحلاوه اللي تقدمت في هذا المهرجان، لتقدم نموذج شديد الرقي لامنيات طيبه لفنان مصري اجتهد في ان يبذل كل ما لديه من طاقه وجهد وفكر وتربيه ليكون في خدمه الانسان المصري والعربي وكل محبي وعشاق السينما العربيه المصريه. والمصريين بيردوا لك الجميل النهارده. يا رب يبارك فيك يا بنتي. اتفضل. الفنان الكبير محمود ياسين، علم الدورة 31 التي تحمل اسمه. Now I invite Dr. Abdelwahid Al-Nabawi, the Minister of Culture, and Dr. Hani Al-Misri, the Governor of Alexandria, and critic Amir Abaza, President of the Festival, to deliver great Egyptian star Mahmoud Yassin the trophy of the 31st edition that has his name. وتشجيع وعزرة لغاية طبعا عندنا سينما وصناعة مصرية ضعيفة عظيمة وخالدة. ربنا يبارك فيكم، ربنا يبارك فيكم يا أولادكم. كل الحمد لله والشكر لله على أن تتاح لي هذه الفرصة الطبيعية الرقيقة العذبة الإنسانية شديدة الروح والتلقائية. أعتز بهذه الكلمات وبهذا الاستقبال وبهذا الترحيب الذي يباركه تاريخا طويلا من الاجتهاد ومحاولة الاجتهاد مرة فمرة، وأنتم دائما الدافع القوي المؤثر الذي يتوقع من فنانه أن يكون قدوة وأن يكون مثلا في بلده وفي وطنه لإخوته الصغار وأشقائه وأحبائه وأبناء المستقبل القادم. دائما هم الذين يتطلعون للسينما يتعلمون منها
وهم قانعون محبون شاكرون لله هذا الفضل الذي أتاحه لمصر ولشعب مصر وللوطن الغالي الحبيب مصر في أمته العربية العظيمة. جزيل الشكر وعظيم الاحترام لكم، واسمحوا لي أن أخص عنكم بكل اعتزاز مهرجان الإسكندرية السينمائي الخالد الذي صنع له في سنوات مكانة ضخمة وعملاقة في وسط مهرجانات الدنيا على شاطئ البحر المتوسط، لتكون الإسكندرية هي صاحبة الإبداع الرائق المزاج العالي والفن والتحف الفنية والإبداعية يحتضنها في باكورة من بواكير المجد والإبداع الذي يتقدم إلى جماهير مصر الطيبة من الأطفال فالشباب الصغير فالأكبر فالأكبر إلى كل التاريخ المجيد لهذا الوطن المجيد مصر. جزيل الشكر وعظيم الامتنان لكم ولمهرجان الإسكندرية. أولاً بعتبر حضرتك بمثابة أب ليا، اشتغلت مع حضرتك في مسلسل كبير وجميل حكاوي طرح البحر، وكنت سعيدة جداً 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 جداً، وحضرتك استحملت كتير وكنت مدرس ليا ومعلم، فأنا بجد فخورة وبنحني احتراماً، وربنا يديك الصحة والستر يا رب ويخليك لينا وراء كل رجل عظيم امرأة مدام شهيرة طبعاً حبيبتي. أنا متشكرة جداً، أولاً لأن حضرتك علمتني الالتزام، علمتني أقف إزاي قصاد الكاميرا، علمتني إزاي أمثل، علمتني إزاي أأدي، علمتني بجد بقى إزاي أحب الوسط الفني من خلال حضرتك، لأن حضرتك أول حد قابلتني وأول حد احتضنتني وحسستني إن كل النجوم، وفعلاً كان كل النجوم بيحتضنوا أي حد بيدخل جديد، فأنا متشكرة قوي 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 ليك وربنا يديك الصحة. أنا دخلت معهد عالي فنون مسرحية علشان أستاذين، الأستاذ نور الشريف رحمة الله عليه والأستاذ محمود ياسين. لما أنا دخلت المعهد قالوا أنت نفسك تبقى إيه؟ قلت لهم نفسي أبقى محمود ياسين. هذه هي الثقافة وهذا هو الفن وهذا هو الالتزام وهذا هو حب الفن والإخلاص له. الأستاذ محمود طبعا بذل مجهود كبير، بس كمان كان في سيدة شهيرة عملت كتير قوي 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 قوي. انتوا يمكن مش مهما انتوا ممكن تكونوا تصورتوا، انا بقول لكم اللي انا شفته بعيني. انا صحيح صحيح الوالدة الحقيقة قامت بمجهود كبير جدا جدا علشان يظل الفنان الكبير محمود ياسين هو هذا الرجل الجدير بحبكم واحترامكم الى هذه اللحظة. فانا بحييها تحية كبيرة جدا النهاردة وبشكرها على كل حاجة هي عملتها للأسرة دي يعني. وأنا بشكر ربنا إن أنا الحمد لله يعني بشوف إن أنا كنت إنسان محظوظ جدا إن أنا اتولدت في هذا البيت وفي الأسرة دي، اللي أنا مهما عملت في حياتي مش هقدر أرد أي جميل ليهم عليا، لأن جمالهم عليا ما تنتهيش يعني. محمود أول يوم شافني فيه بقى كل همه إزاي يعلقني. يلا مش عارف ليه كده من الآخر يعني مش علمني الناس ما تكشفش. والله بتكلم بجد، أنا بقى ما كنتش فايقاني ليه؟ لأن أنا كان أبويا توفى بقاله 5 أشهر وبروح وباجي التصوير بالأسود وبقلع بس واغير وارجع وكده، لكن هو كل ده ما مش في دماغه فعلا، ويركز هو خالص معايا ومالك ولابس اسود ليه وكده. انا بقول ان اجمل حته فيا انا حاسسها هي محمود ياسين.
المقصود الآن أنني يا جماعة أخذت أكثر مما أستحق. الله العظيم أنتم أعطيتموني أكثر مما أستحق. لقد تعلمت كل شيء في مهنتي وفي فني وفي تطلعاتي وأحلامي منكم وأنتم. الواحد ما ينساش مصيبته إلا إذا وقع في مصيبة أكبر. أنا كمان ما كنتش قادر أنسى حكايتك وحكايتي. ما دخلتش الجيش عشان أحارب في سينا، لا، أنا دخلت الجيش عشان أحارب هنا في البلد. أنت منين يا نعمة؟ أنا من الريف يا باب. ما أنا عارف إنك من الريف. من فين في الريف يعني؟ بلدنا يعني؟ أيوة. سنهوس. عايزك النهاردة تدعي يا نعمة. ربنا يغنيك يا رب يا بيه ويعلي مراتبك. تعرف انا رايح فين النهارده؟ لا. رايح اخده. هنمشي شوية في الكواليس علشان أوريكو كواليس المهرجان. زي ما أنتوا شايفين الأفيشات موجودة. يمكن المرسي أبو العباس ده فيلم مصري، ولكن مصري مغربي بيشارك في المهرجان. زي ما أنتوا شايفين الإعلام والصحافة والكل موجود هنا. محمد العدل وزوجته قاعدين في انتظار ندوة نور الشريف والفيلم المصري اللي هيحضروه النهاردة. عندنا كمان المخرج عادل أديب قاعد اهوت، والمخرج الجميل اللي عمل لنا أجمل الأعمال السنة دي والمسلسلات اللي أنا بعتز بيه جدا ياسر زايد، وموجودين بيجهزوا نفسهم. وزي ما انتوا شايفين في جمهور بيبقى موجود وقاعد. هنكمل مع بعض ونشوف الكواليس علشان تعرفوا كل حاجة بتحصل، وتشوفوا خلية النحل اللي موجودة، وتشوفوا قد إيه يعني الدنيا مفتوحة. عمر عبد العزيز لجنة التحكيم الوقت اللي بيلاقيه فاضي بيجي يقعد مع زمايله أحمد النحاس وعمرو صحصاح، وأعتقد عمرو صحصاح بينفرد بحديث مع أحمد النحاس لليوم السابع. وزي ما انتم شايفين المخرج محمد عبد العزيز منفرد بمي نور الشريف علشان عندهم ندوة دلوقتي، ندوة للفنان العظيم نور الشريف، ومعاهم إمام عمر. أمال عبد السلام كمان متواجدة معاهم في اللجنة، وأمال بتحضر لمهرجان الأغنية اللي هنكون معاه فيها، وشغالة شغل من دلوقتي جامد جدا. كل دقيقة وكل ثانية عندها فاضي بتقعد تحضر لمهرجان الأغنية. بصبح عليكي وصباح الفل، وفي انتظار مهرجان مشرف لمصر. يعني سعداء ان شايفة كل التجمعات الحلوة دي. مي وصلت دلوقتي وفي انتظار نكون معاها في ندوة مهمة جدا كلنا مستنيينها، وحضور كبير لنجمنا العظيم نور الشريف. بصبح على المخرج محمد عبد العزيز اللي حضرنا ندوة جميلة لي، وسعداء ان هو كان مكرم في المهرجان السنة دي. امام عمر صديق وزميل، وهو من مؤسسي المهرجان. بصبح عليك يا إمام، وأنا بنقل لهم الصورة وعايزة ورينا بقى دي مجلة المهرجان. إيه الحاجة المهمة؟ محمد عبد العزيز ده اللي شديني النهاردة، تكريم محمد عبد العزيز في أكتر من صورة، وبعدين كمان تكريم أستاذ الكبير محمود ياسين. الحقيقة المجلة النهاردة فيها مجموعة من الموضوعات شيقة فعلا، وهحتفظ بيها وأراها كمان إن شاء الله. مي قبل ما نخش الندوة تحبي تقولي كلمة النهاردة؟ مهرجان اسكندرية اللي شاهد مظاهرة حب السنة اللي فاتت لبابا، وكان بداية رجوع وعودة النجوم لمهرجان اسكندرية. كان الفضل ليها نور الشريف ان الناس كلها جات له المهرجان، والسنة دي في يعني يمكن جايزة كبيرة للنجم نور الشريف، مسابقة باسم نور الشريف هتفضل للأجيال اللي جاية ان شاء الله. مش عارفة اقول ايه. يا رب ان شاء الله تكون دورة ناجحة، ويا رب تكون الجايزة كل واحد ياخدها يكون يستحقها جدا، وتكون ويكونوا عاملين شغل حلو قوي عشان هو هيبقى فرحان بيها، وهيبقى فرحان بكل واحد مجتهد في اي جزء من العمل انه يكون ناجح ويستحق جايزة ان شاء الله. و
منورانا النهارده وكلنا متواجدين مع نور الشريف اللي متواجد في قلوبنا وفي كياننا وفي مشاعرنا وفي احاسيسنا بفنه العظيم. ومدام محمد عبد العزيز ماجدة وسيم من الناس اللي بعتز بيهم وبعتز بوجودهم دايما في المهرجان. دي الكواليس النهارده وده اليوم الجديد والصباح الجديد هتشوفوه في المهرجان. النهارده في حاجات كتير واحداث كتير هنكون مع بعض فيها، سوسن بدر، نور الشريف، وفيلم مصر اللي هنكون معاكم فيه سعيكم مشكور، فعاليات كتيرة، وده مهرجان اسكندرية. وبتمنى ان انتوا تقضوا معانا رسائل حلوة على قنوات النهار. السنة دي مهرجان الإسكندرية عيده 31، ومهرجان إسكندرية من المهرجانات المحببة ليا، بحبها لأن أنا ليا جذور إسكندرانية، والدي إسكندراني الأصل، وأنا اتولدت في مصر الجديدة بس كل إخواتي اتولدوا هنا. مهرجان اسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته 31 دورة جميلة جدا، جميلة لأن التقليد اللي المهرجان ابتدى يعمله من السنة اللي فاتت، والدورة كانت مهداة إلى حبيب قلبي نور الشريف. السنة دي أيضا الدورة مهداة إلى العظيم الجميل محمود ياسين اللي كان ليا شرف الاشتراك معاه في يمكن 6-7 أعمال من أهم الأعمال السينمائية اللي أنا عملتها. الحقيقة أنا النهاردة سعيد جدا لأن الوالد الفنان الكبير محمود ياسين مهرجان اسكندرية بيهدي هذه الدورة، وهي دورة الفنان محمود ياسين. وأعتقد الفنان محمود ياسين قدم فعلا مشوار جدير بالتقدير والاهتمام. أنا اسكندرانية بنت البلد دي، وده مهرجاني وباجي كل سنة. أحلى حاجة في الدورة دي إنها باسم النجم الكبير العظيم الأستاذ محمود ياسين اللي أنا شرفت واشتغلت معاه، فجد أنا كان فات أحلامي من وأنا صغيرة النجم الكبير أستاذ محمود ياسين، ولغاية ما اشتغلت معاه ما بقتش مصدقة إن أنا واقفة قدامه وبشتغل معاه، وموجودة دلوقتي في الدورة 31 مع النجم الكبير وهو بيتكرم ومع النجوم الكبار اللي موجودين. سبب وجودي في المهرجان ان انا عضو لجنه التحكيم في مسابقه الافلام الروائيه الطويله، وده شرف كبير ليا وشرف كبير لاي فنان ان هو يشارك في المهرجان، وخصوصا كمان في لجنه التحكيم، وان شاء الله يبقى مهرجان ناجح والتنظيم لغايه دلوقتي جيد جدا وربنا يوفقنا. سعيد جدا بالتواجد في مهرجان الاسكندريه لدول حوض المتوسط، سعيد ب مدينة يوسف شاهين، سعيد بالتاريخ العظيم اللي تعلمناه من السينما المصرية ومن سينما الإسكندرية تحديدا ومن نجومها الكبار في تاريخ السينما العربية. أنا مبسوطة جدا أن أنا بشارك فيه كعضو لجنة تحكيم الأفلام القصيرة الدولية، وبصراحة تجربة ممتعة جدا جدا جدا، وأول مرة لجنة تحكيم، فبالنسبة لي حاجة مختلفة وجديدة ومبسوطة بيها، وإن شاء الله الختام كمان يبقى حلو ويبقى فيه جوائز كويسة ونبقى على قد المسؤولية. لقاء سنوي هام جدا، بحرص حتى لو عن تصوير بوقفه بحرص أكون متواجد فيه، ما كنتش بره خارج جمهورية مصر، لأنه بيمثل لي أهمية كبيرة قوي مهرجان اسكندرية.
انا مبسوطه قوي ان انا معاهم السنه دي لاني بجد بجد السنه اللي فاتت لما كنت في المهرجان كنت سعيده جدا جدا. الاستاذ محمود ياسين طبعا قامه في الفن، اتشرف طبعا بالتحدث اليه من فتره قصيره واشكره طبعا على مشواره الفني العظيم، فاقل ما يجب طبعا ان احنا نكون موجودين نشارك في تكريمه وندعو كل الممثلين والاستاذ محمود ياسين بالذات يزور الاماكن اللي صور فيها عندنا سواء في المنتزه وغيرها، وانا اكون في استقباله اهلا وسهلا تشجيعا للسياحه. نتمنى الناس كلها تبقى شايفه اسكندريه وجمالها وعارفه ان هي في انتظارهم دايما. سعيده جدا ان انا بشوف النجوم الشباب كلها موجوده، ودي ظاهره جديده كنت بنادي بيها طول الوقت، ان لازم ان الشباب يجوا يحضروا المهرجان لان بعدهم عن المهرجان يعني كده هنلاقي ان الوفود المصريه والفنانين المصريين ما بقوش موجودين. فانا سعيده السنه دي ان انا بشوف احمد وفيق وبشوف هنا شيحه وبشوف عمرو يوسف وبشوف محمد رمضان، ويعني سعيده بالتواجد. ما هو طبعا هو مهرجان اسكندريه اعتقد ان هو مهرجاننا احنا يعني كمصريين، مش زيه زي مهرجان القاهره احتفال من احتفالات السينما. ايه وقت يعني الشباب ما بقوش يجوا خالص، فبدأ في فجوة في المهرجان، والجيل اللي قبل كده هم اللي كانوا شايلين المهرجانات وبدأوا هم كمان يعني خلاص تواجدهم في كل المهرجانات بقى لازم حد يسلم ويستلم منهم يعني، فكنت زعلانة ان الشباب رافضين التواجد. هو وجود بعض الشباب اللي هم عندهم وعي بفكرة السينما وان وجودهم ده يعتبر شيء يعني عايد عليهم لانه هينمي السينما ويحس الناس بالجمهور. المجموعه اللي بدات تيجي المهرجان شدت غيرها من الزمر، يعني بداوا يفكروا ليه احمد بيروح، ليه محمد رمضان وليه عمرو يوسف او رانيا بيروحوا المهرجان. عارف ان هم بيحتفلوا بشغلهم، احنا بنحتفل بالسينما، السينما دي اللي عملتنا او دي اللي احنا بنعشقها لازم نحتفل بيها، وخصوصا لما تكون في بلدنا. ومهرجان اسكندريه اعتقد ان هو مكانته كبيره، بس انا شايف ان هو ممكن يبقى اكبر من كده. احنا بقى كل واحد بيحاول من ناحيته، يعني حضور النجوم الكبار طبعا اللي هم اساتذتنا وجودهم اكيد بيبقى عامل كبير لجذب الجمهور. وجودنا جنبهم بيدي روح جديده، بيعمل حركه التواصل اللي حضرتك بتقول عليها، ما بقاش في جاب بقى ما بين المواضيع دي. وبعدين مهرجان اسكندريه بقى له فتره، يعني السنه اللي فاتت عمل دوره رائعة، وجود اسم الراحل العظيم الأستاذ نور الشريف كان عاطي زخم كبير، كانت مظاهرة حب يعني ما حصلتش في المهرجان يمكن من 15 سنة. الناس كانت يعني بتسقف له وهي بترتعش من حبها ليه. ده برضو السنة إن شاء الله ينعكس، يعني وجود الأستاذ محمود ياسين اسم الدورة باسم الأستاذ محمود ياسين علامة في تاريخ السينما المصرية كلها. اعتقد ده يعني مع بدايه الندوات هنشوف تظاهره في حب استاذنا العظيم. يعني بعد النجاح بقى وانت خارج كده من نجاح والناس كلها حباك والتعليقات كلها حلوه والصحافه حلوه، يمكن انا من اول الناس اللي احتفلت بيكوا بنجاحكوا، شايف استقبال الناس ليك ازاي؟ انت كنت هنا السنه اللي فاتت وهنا السنه دي، النجوميه اختلفت؟ يعني قد السنة فاتت كنت في نجومية، بس السنة دي في جو مش عارف اقوله وصف، عايز وصفه يعني يكون ايه، ما بقاش بتكلم عن نفسي، في هو في هو وفي وخصوصا الناس اللي فاهمة، يعني مثلا يعني في كانهم بيمنحوك لقب او بيقولك انت خد الخمس سلمات دول ورا بعض احنا موافقين. يعني زي مكالمة الاستاذ محمود عبد العزيز، انا قاعد بسمع صوته ومش مصدق، يعني حد من اللي خلاك تحب التمثيل. يعني استاذ محمود من الناس اللي هم يعني دايما كانوا يقولوا لي برافو عليك انك بتعمل كوميدي وتراجيدي، محدش بيعمل ده غير محمود عبد العزيز، فبقيت دايما باصص له. فلما يجي يكلمني في التليفون انت خدت شهاده، انت مش مستني حاجات تانية يعني. وكذلك مثلا استاذ محمد صبحي اساتذتي اللي انا اشتغلت معاهم اساسا، حسسني ان انا عامل حاجه بجد، لازم ختم الاساتذه طبعا ضروري.
أكيد. يعني طبعا النهاردة شايف حضرت الافتتاح والنهاردة بداية المهرجان والندوات، ندوة الوزير، يعني شايف المهرجان ازاي وشايف ايه اللي انتو، يمكن المهرجان ده بقى 31 سنة، الجيل الجديد ممكن يبقى عنده أفكار تجدد دم المهرجان، شايف ايه المطلوب للأيام الجاية وللزمن الجاي اللي هو الزمن اللي يتماشى بقى معاكو انتو، عايزين تشوفوا ايه في المهرجان؟ انا اتمنى ان المهرجان ده بالنسبه لي انا على مستوى الشخصي ان يبقى في مسابقه للشباب. يعني اعتقد ان تقليل عدد المسابقات هيدي للمهرجان قوه اكتر وتعرف تتعامل مع ليه مهرجان اسكندريه بحكم ان هو النافذه بتاعتنا على المتوسط، ليه ما يبقاش ده دايما اعلان عن ميلاد مخرج جديد او ممثل جديد حتى لو مش فيلم جماهيري. يعني البلد مليانه، احنا بنشوف زمايلنا اللي اصغر مني واللي لسه مبتدئين في مواهب، انا شايف ان هم عالميين، لازم نحتفل بنفسنا. يعني عارفه اللي ما بيحبش نفسه ده مش هيعمل حاجه. السينما هو احنا السينما، احنا عايشين لها، نحبها ونعمل مهرجان ده. دايما كل سنه فكره المولود بيتولد عندنا مخرج جديد ان شاء الله لو عامل فيلم 5 دقائق نحتفي بيه، زمايله يعرفوا ان هو ممكن يتشجع زيهم. اعتقد ان ده هو شكل معنوي، بس السينما دايما محتاجاه. السينما مش ماديات بس، السينما روح. يعني نتمنى طبعا ان هم ياخدوا برايك والسنه الجايه نشوف ده ان شاء الله موجود. الجديد بقى بعد النجاح ده اكيد جاي لك اعمال ومعروض عليك حاجات وعمال تقرا. انا قاعد اقرا حاليا، يعني لسه ما قررتش حاجه، بس في انتظار نزول الفيلم بتاع الليله الكبيره في العيد، برده عامل فيه شكل مختلف خالص، انا هيبقى جديد خالص عليا. يعني الناس ممكن ما تستغربني، بس يقعدوا يقولوا مين ده مستنيه. لسه بقى شغل رمضان، يعني الكلام بقى اللي هو ايه معانا، عارف الكلام اللي هو في البدايات ده الارهاصات، لسه ما قررتش. كان عندي مسلسلين اللي هم في الميديم سيزون اللي هو في النص ده، بس اعتذرت. يعني حسيت ان انا محتاج برضو ارتاح تحت السيطره، على فكره عمل لي بامان، عمل لي حاله تشبع، محتاج ان انت ما تعملش حاجه غير تكون نفسك مفتوحه ليها. ففي انتظار ده، يعني اعتقد في الايام اللي جايه دي ممكن اختار حاجه ان شاء الله. بقول لك منور المهرجان، وسعيده بالتواجد الكبير للشباب في مهرجان اسكندريه السنه دي، وان شاء الله السنه الجايه نشوف انتوا اللي بافكاركم اللي موجوده وجهودكم اللي موجوده جوه مهرجان اسكندريه. ان شاء الله. شكرا ليك. شط اسكندريه يا شط الهوى، رحنا اسكندريه رمانا الهوى، يا دنيا هنيه او ليالي رضيه احملها بعينيا. شط اسكندريه.